حضراتكم مشاهدينا الكرام في ثاني فقرات برنامجنا الحوارية من نهار جديد، فقرة نتكلم فيها عن كيفية مواجهة التحديات اللي بتواجهنا بشكل يومي. زي ما حضراتكم عارفين طبعا هناك الكثير من الأمور اللي بتواجه الواحد يعني بتمثل ليه كعراقيل أو بعض المشاكل في حياته، ولكن الأهم طبعا إن احنا نقدر ندير هذه الأمور بشكل جيد وفي نفس الوقت نستفاد منها. المحنة إن احنا الإيجابي بتاعها إن انت تأثر فيها مش تأثر فيك، وفي نفس الوقت تستفاد من هذه الأمور وتطبقها بعد كده بشكل سلس وبشكل إيجابي بحيث إنك انت ما تقعش في المشكلة بشكل تاني. عشان كده النهاردة نتكلم في كل التفاصيل اللي بتواجه كافة أمور حياتنا وإزاي نقدر نوجهها بشكل طبعا محترف، وفي نفس الوقت يكون عندك قدرات ومهارات حياتية لازم تكتسبها سواء بالقراءة أو بالاطلاع أو حتى بالممارسة بالتعامل مع بعض الأشخاص الإيجابيين المؤثرين في حياة حضرتك. فبرحب بضيفتي العزيزة الأستاذ دكتورة صفاء مختار، باحثة إنسانية وعضو دائم في الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة التابع لجامعة الدول العربية. برحب بيك يا دكتور، حياة حضرتك. صباح الخير. ازيك يا عاصم؟ الله يخليك، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. خلينا نبسطها كده للمشاهد، يعني ايه تحديات؟ يعني ايه يكون في عندنا امور ممكن تكون صعبه في حياتنا ولكن في نفس الوقت نقدر نستفاد منها حتى لو حليناها بشكل ايجابي؟ هي التحديات عباره عن مجموعه من المواقف او مجموعه من الموضوعات اللي بتفاجئني وانا ماشي في رحله حياتي. لما تبقى حياتي ستيبل وحياتي مستقره بيطلع لي موضوع معين تحدي، والموضوع ده انا بعتبر ان هو بيتحداني لانه بيتحدى او بيخترق استقراري الامن في المجتمع او استقراري الامن في بيتي او في اسرتي. ويمكن قبل الهوى انا وحضرتك اتكلمنا على ان التحديات ديت انواع، او التحديات اللي بيواجهها العالم كله او اللي بيواجهها المصريين بصفه خاصه هي تحديات صحيه واقتصاديه والعالم كله بيواجهها. صحيح. يمكن احنا شويه يعني بيختلط علينا الامر او شويه بنحس بارتباك او بنحس ان الموضوع يعني محنه كبيره او محنه كبيره، لانه يمكن الموضوع ده بيعود الى الثقافه وللادراك ان احنا يمكن ما تعودناش على في حاجه اسمها استراتيجيات تخطي الازمه. يمكن معظمنا ما عندوش علم بإيه هي الاستراتيجيات دي اللي هي الأدوات اللي أقدر من خلالها يعني أستقبل أي تحدي بصدر رحب أو بهدوء يمكنني من أن أنا أبتدي أكتب وأشتغل إزاي أواجه المحنة دي بشكل يعود عليا بالمنفعة أو بالهدوء أو بالتفكير السليم. تمام. فعشان كده احنا لازم نستفاد من هذه المحن او اي مشكله بنمر بيها في حياتنا. عشان كده عايز اسال حضرتك يا دكتور، ازاي نقدر نتعامل مع اي ظرف طارئ وخاصه الامور اللي انت ما تكونش يعني متوقعها؟ يعني مثلا انا ماشي في الشارع لقيت مشكله، لقيت انا نفسي طرف فيها في المشكله، اتعامل معاها ازاي؟ وازاي اقدر نستفاد من قدراتي الحياتيه والتجارب اللي كانت قبل كده عشان اقدر اعدي من اي مشكله ممكن تواجهني في حياتي؟ هو انا دايما اقول انه ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان اداله عقل. العقل يعني ده الاداه القويه اللي بتمكن اي انسان من هو يدرك التحديات والمشاكل اللي بتواجهه. لو انا دربت نفسي او لو انا اتعلمت ان انا اكتشف قوه عقلي في شخصيتي، ويمكن كنت امبارح في احدى الاماكن في سيشن في مكان مفتوح كنت بتكلم على ان الانسان الطبيعي محتاج كل 45 يوم يعمل ابديت لنفسه او يعمل شحن للطاقه بتاعته. صحيح. خليني اقول لك يا عاصم ان احنا دلوقتي عندنا يعني قنوات التواصل والاعلام كتيره جدا. صحيح. البرامج الكتير اللي بتتكلم عن ازاي ان انا اواجه اي مشكله، ازاي يبقى عندي ثبات انفعالي. انا لو دخلت عملت سيرش على جوجل وكتبت ثبات انفعالي هيطلع لي ناس كتير جدا بتوع التنميه البشريه بيتكلموا على جزئيه الثبات الانفعالي. يمكن انا من خلال هنا مصر الزراعيه او من خلال القنوات الفضائيه المختلفه كنت دايما اتكلم على طريقتنا في التنفس. لازم كل واحد فينا يهتم بصحته الاول البدنيه، عشان من خلال اهتمامي بالصحه البدنيه هعرف استخدم عقلي مظبوط. ابسط حاجه ودايما اكد عليها التنفس، انظم التنفس بتاعي. ما هو الجسم السليم في العقل السليم، او العقل السليم. كلامك مظبوط. فعشان اتحكم في انفعالاتي احنا يمكن كلنا اتربينا على مقوله الامر يخرج من يد الغضبان، صح؟ صحيح.
اذا انا لو حطيت القانون ده ثابت قدام عينيا اما الاقي نفسي هتوتر او هتعصب يبقى هبقى مدرك وافهم نفسي كده وبالراحه انا لو اتعصبت يبقى هبقى اوت اوف كنترول، مش هقدر اتحكم في الخطا بتاعي ولا الخطا بتاع الطرف اللي قدامي. فزي ما حضرتك تفضلت وقلت انا ماشي في الشارع يوميا بنقابل مشاكل يعني اذا كنت مواقف انا مواقف معينه بتبقى صعبه بالنسبه لنا ممكن ما نكونش عاملين حسابها يعني حاطينها في الحسبان. اذا كنت ماشي على رجليا او راكب وسيله مواصلات او راكب عربيتي وسايق لما احس ان انا هتحط في موقف حد استفزني وان انا مضطر ادافع عن نفسي او ان انا مثلا اخد موقف ممكن الصمت ثواني اسكت وابتدي انظم نفسي دقيقه ونص اعمل شهيق وزفير بمنتهى الهدوء واعدل نفسي كده واقف واغير اتجاه عينيا بدماغي وجسمي لمكان تاني خالص اخرج من المجال بتاع الشخص اللي واقف قدامي اللي هو بيمثل لي تحدي اللي هو عايز مثلا يتخانق معايا. مجرد الصمت ده بيخلي الشخص اللي قدامي لو هو بيزعق او صوته عالي او عمال يقول الفاظ نابيه بتجيله كده شك بيسكت وبيعدي الموقف. هو طبعا انا بحكي الموضوع سهل لكن هو عايز تدريب يعني صحيح. هو مش ما بيجيش مره واحده وما هوش سهل لكن مش مستحيل. ده بيساعد في التحكم في الاعصاب حتى يعني ما تفلتش اعصابك او انت ممكن تبادر بسلوك غلط ما كانش متوقع منك. فبالتالي احنا لما ناخد نفسنا ويكون عندنا ادراك لمده دقيقه او دقيقتين تعرف تتصرف حتى في الموقف تطلع منه بحنكه يعني. بقلل الخسائر زي ما بقول. بعد كده لما بقعد اعمل فلاش باك وكلنا بنعمل قصه الفلاش باك دي صحيح. او بنحكي انت هترجع البيت تحكي لمراتك او انا هرجع البيت احكي لجوزي واولادي ده انا كنت في الشارع وصادفني موقف معين وانا قدرت اتحكم في اعصابي. ده بيعلي عندي الايجو بقى اللي هي بيعلي عندي الثقه في النفس صحيح. بيخليني يبقى عندي باستمرار دافع وتشجيع ان انا ابتدي اعمل سيطره على انفعالاتي وان انا ابتدي اتحكم في طريقه ردي. وخليني اقول للساده المشاهدين انه الشطاره مش في الرد على فكره. يمكن انك تفهم استاذنا كلنا عمرو موسى كان وزير خارجيه مصر كان دايما يقول جمله شهيره كنت دايما احب يعني دايما اشيد بيها في ندواتي ومحاضراتي ابلغ وسيله للرد على سخافات الاخرين هي الصمت. وعايزه اقول لكل الناس حتى في البيت لما يبقى في مشاده بينك وبين جوزك او مشاده بينك وبين ابنائك حاولي في وسط المشاده كده تسكتي. سيبي اللي قدامك هيفضل يتكلم 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 لما يلاقي نفسه فجاه هو بس اللي صوته طالع وبيتكلم هيبص حواليه كده هيسكت. اذا مهمه قوي. دي نصيحه غاليه والله يا ده. والله يا عاصم بص دي نصيحه مهمه جدا لازم نركز عليها. مهمه قوي قوي. ومحدش يجي يقول لي لا انا اصلي كبرت بقى ومش مفيش حاجه اسمها انا كبرت. صحيح. والا ربنا ما كانش ادالنا العقل. هو العقل اللي في دماغنا ده ما العقل ده زينه. صحيح. انا من خلال العقل بتاعي اقدر دايما اشتغل على شخصيتي. صحيح. واول صفه اشتغل عليها اللي بتميزني عن سائر المخلوقات هي انفعالاتي. انفعالاتي طبعا عارفين ان العقل ده صفه ربنا ميزنا بيها لكن اهم بقى اداه ان انا اسيطر على انفعالاتي. صحيح. ان انا ما بقاش زي الحيوان لما اغضب افترس اهجم او لما ابقى جعان اكل بنهم وبشراهه. يبقى الانفعالات هي اللي بتخسر البني ادمين علاقاتهم. صحيح. وبتضيع نجاحهم على فكره. ده بقى اللي هيخليني اسال حضرتك التعامل بقى مع الضغوط الحياتيه اليوميه لان للاسف بتبقى في مثلا على الراجل او على ست بعض الضغوط الحياتيه ضغوط في الشغل ضغوط ماديه ضغوط اجتماعيه ضغوط اقتصاديه فبالتالي ممكن تاثر عليه نفسيا وصحيا حتى في تعاملاته مع الاخرين. يعني كم مره مثلا بيحصل معانا موقف تلاقي مثلا حصلت لا قدر الله مشكله في الشغل فيجي يتعامل مع صاحبه يتعصب عليه فصاحبه ملوش مشكله يعني فبيقعد مع نفسه بيقول لك هو ذنبه ايه طيب انا اتعصبت عليه. فعشان كده بتكلم في الجزئيه دي ازاي نقدر نتعامل مع ضغوطات حياتنا اليوميه وفي نفس الوقت نقدر نتخلص منها بحيث ما تاثرش علينا نفسيا او صحيا.
لو تفتكر من كام سنة أنا وأنت كنا قاعدين في البرنامج هنا وكنا بنتكلم على خطة 21 يوم. صحيح. فاكر؟ وكنت دايما أقول وهفضل أقول على طول قصة الورقة والقلم. كل واحد فينا قادر إن هو يعمل لنفسه خطة. وزي ما دايما برضو أقول ما أقدرش أحط قاعدة ثابتة للإنسانيات، لأن الخطة بتاعتك هتختلف عن الخطة بتاعتي، هتختلف عن الخطة بتاعت سين من الناس. لكن اللي أنا أقدر أقوله إن في عناوين رئيسية كلنا نقدر نستخدمها، وهي إن أنا بجيب ورقة وقلم وأكتب أنا إيه اللي بيخليني أنفعل بسرعة؟ إيه اللي بيخلي زميلي في الشغل مثلا يستفزني؟ ويمكن دي لو تفتكر كنا اتكلمنا برضو عليها أنا وأنت من حلقات كتيرة، إن إحنا ما عندناش ثقافة تقبل اختلاف الاخر، اختلاف وجهات النظر كمان. دايما لما ببقى في الشغل او يجوا لي اتنين متجوزين يقول لي هي ما بتسمعش كلامي، اقول له ايه ده تسمع كلامك ليه؟ هي مش مطلوب منها انها تسمع كلامك، هي مطلوب منها انه يبقى في اتفاق وفي قانون انتوا حاطينه ثابت بتمشوا عليه، كل واحد عارف دوره. المساله ان انا في مجال العمل انا مش رايح اثبت لزميلي ان انا اشطر منه، او اثبت لزميلي ان انا شهادتي اعلى من شهادتك، لا، هي المساله بالكفاءه خالص، مش مساله شهادات ولا كم الورق اللي احنا بنقعد نقول معاك شهاده ايه وتقول لي شهادتك ايه، لا، هي كم التقبل لاختلاف الاخر وكم الاحتواء والاستيعاب لهذا الاختلاف، وان انا اقدر اتفاعل واتعامل بقمه الانسانيه. احنا عايزين نرجع تاني نتكلم عن ان احنا عندنا قيمه اعلى من الدكتوراه والماجستير والشهادات العلميه اللي معظمنا بيحصل عليها وبيتفاخر بيها ويتكلم عليها، اللي هي درجه الانسان، ان انا اكون انسان. اي بني ادم يقعد مع نفسه ويجيب ورقه وقلم ويبتدي كده يراجع نفسه ويشوف ايه الاخطاء اللي عملها في السنين اللي فاتت خليته بعيد خالص عن صفته الإنسانية وبقى قريب من صفته، مش عايزة أقول الحيوانية، إنه بقى بيتعصب بسرعة، بيغلط في اللي حواليه، إنه مش عارف يدرك النعم اللي ربنا ادهاله في الحياة، بيشتكي باستمرار، بعيد كل البعد عن الصفة الإنسانية الجميلة اللي ربنا حطها فينا. فمحتاجين زي ما قلت لحضرتك من وقت للتاني نعمل وقفة مع النفس ونعمل ابجريد كده زي ما بيقولوا، يعني حلوة. نعمل صحوه. حضرتك ذكرت جزئيه يعني حلوه، ادراك النعم. الواحد لما يدرك النعم اللي حواليه فاعتقد ده ممكن تكون وسيله دفع قويه في تقبل الواقع وتقبل الوضع. يعني مثلا في حد ممكن يشتكي من الم معين ولكن ربنا سبحانه وتعالى مديله نعم كتيرة جدا مش موجودة عند ناس كتير، فبالتالي فعلا إدراك النعم ممكن تكون دافع قوي في يعني في حلك مشاكل كتير جدا في حياتنا وتقبل الوضع. يعني شايف الجزئية دي ازاي؟ عارف يا عاصم، هقولك على حاجة. إدراك النعم ده عنوان رائع أنا بحب أتكلم فيه، لأنه أنا لازم أبقى فاهم الأول إيه هي النعم. يعني أنا واحد من الناس عايش في الحياة، إيه النعم اللي ربنا مديها سبحانه وتعالى ادهانا؟ يعني في نعم بتبقى واضحة للكل، وفي نعم خفية تكاد تكون نعم ساذجة، بس دي رسائل من ربنا بيبعتها لي يوميا أو في مواقف مختلفة، لأنه عارف أن أنا شخص قدراتي مثلا محدودة أو قدراتي مثلا بنسبة كام في المية، فهو بيدي لي النعم بتاعتي اللي على قد قدراتي. حد تعبان مثلا بيركب عربية دايما بينزل يروح شغله، سبحان الله دايما يلاقي ركنه في مكان قريب من مكان العمل. صحيح. دي نعمه، دي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. مثلا فتاه بتنزل مثلا وزنها هنقول ممتلئ، بتنزل المحلات عشان تشتري لبس وتلف على محلات كتير جدا وما تلاقيش مقاسها، تروح محل بالصدفه تلاقي فيه كل المقاسات والالوان اللي بتحبها. نعمه. اذا النعم دي حاجات زي يعني حاجات خفية حوالينا كتير، يعني بس احنا محتاجين ندركها. انا عايزة اقول للسادة المشاهدين اللي بيسمعونا النهاردة في نهار جديد، هات ورقة وقلم زي ما دايما اقول واكتب ايه النعم بتاعتك. صحيح. على فكرة احنا يمكن زحمة النهار وزحمة الليل وزحمة اليوم ومسؤوليات المرأة ومسؤوليات الرجل بتخلينا لا ندرك
كم النعم اليوميه اللي في كل ساعه بتعدي علينا. صحيح. احنا مش عارفينها. بق ميه ممكن تلاقيه، ممكن تلاقي حد ابتسم في وشك وانت ماشي، ممكن تلاقي حد بقالك سنين ما تعرفوش طلبك في التليفون بيسال عليك، تبص تلاقي مثلا مديرك في الشغل راح منزل لكم مكافاه كنتوا ناسيينها. دي اكبر نعمه بصراحه. بتفتح الدولاب مثلا تطلع هدوم الصيف تلاقي الله ده قميص ما كانش بيدخل فيا الصيف اللي فات لقيته دخل فيا. صحيح. تبص تلاقي مثلا مراتك مثلا مروح البيت القميص اللي بتحبه لقيتها غسلاه وكوياه وشايلاه وانت كنت عايز تلبسه. صحيح. حاجات كتير قوي موجودة في حياتنا نعمة. لو أنا عايز بقى، لو أنا حابب أشوف حياتي بمنظور جميل عشان أشكر ربنا. صحيح. لا لا لا، ده أنا هلاقي كم لا يعد ولا يحصى من النعم اللي موجودة في حياتي. نعم، ربنا كتير حوالينا. حقيقي. النعمة الجميلة كمان لما المدير يصرف مكافأة، دي حاجة مش عايز أقول لك، دي أكبر نعمة الواحد بيحس بقيمتها. دكتور، قبل ما نلم حضرتك، رسالة توجهها لكل الناس اللي هي مش قادرة تتحكم في أعصابها، وبالتالي بتفقد السيطرة حتى في التعامل مع أبسط المواقف وأمور حياتها، وفي نفس الوقت تلاقي الشخص ده حتى لما بيقعد مع نفسه بيلوم نفسه إن هو كان مقصر في هذا الفعل، تحب تلومه إيه؟ اعملوا إحسان كتير. الإنسان اللي عنده كم دائم من الغضب وكم دائم من العصبية وعدم فقده السيطرة على مشاعره أو فقده السيطرة على أعصابه، أنا بقول لك اعمل إحسان كتير. يجي حد يقول لي أنا يا دوبك الفلوس بتكفيني. على فكرة الإحسان مش إحسان فلوس بس، بالكلمة، الكلمة الطيبة الصادقة. وكلنا بننزل الشارع يا عاصم، في بقايا كتير جدا في البيت بتتبقى من الأكل بدل ما صفحة الزبالة تاكلها. صحيح. ممكن تعمل أكياس صغيرة بتاعت السوبر ماركت وتقسمها وتحط فيها بقايا الأكل، وانت نازل هتلاقي في سكتك قطة، هتلاقي كلب في الشارع، هتلاقي طيور. صحيح. ومش لازم الحاجات دي في رمضان بس، الحاجات دي ممكن نعملها طوال ايام السنه. بالزبط. يعني تقرب بقى والله عندك جار انت عارف ان هو مثلا كبير في السن وولاده ما بيسالوش عنه. صحيح. خبط على باب الشقه ويسال عليه، مش لازم يفتح لك الباب، من ورا الباب. ايوه يا انكل فلان او يا حاجه فلانه، اخبارك انا فلان جارك في الحته الفلانيه بطمن. صحيح. عليكي، الله يخليكي لو محتاجه حاجه، لانه كبار السن دلوقتي بيخافوا يفتحوا الباب لاي حد. صحيح. لو حضرتك محتاجه حاجه بس اكتبيها لي في ورقه ورميها لي من تحت الباب. يعني عوده الالفه تاني يا دكتور، عوده الالفه ما بين الإنسان. المجتمع وافراده، عوده الانسانيه يا عاصم. احنا محتاجين كلنا، كل واحد فينا يصحي الانسان الحقيقي اللي ربنا نفخ فيه من روحه العليا علشان نبقى رسل لله في الارض. صحيح. فكل واحد يبتدي كده يصحي البني ادم اللي جواه. نعم. ويبقى انسان. اتمنى يا رب ان احنا كلنا زي ما بيقول كده يكون عندنا وقفه مع النفس من وقت للاخر، بحيث حتى نراجع تصرفات امورنا وتفاعلاتنا اليوميه مع بعضنا البعض. اعتقد كل واحد محتاج ان هو يكون قريب من الاخر، محتاج ان كل واحد يكون حابب لاخيه مثل ما يحب لنفسه، وكل الافعال والصفات دي موجوده فينا ومولوده بالفطره، بس محتاجين زي ما بيقولوا كده او زي ما قالت الدكتوره صفاء، محتاجين نعمل ريفريش من وقت للتاني. بتنورينا وبتسعدينا دايما والله بطروحاتك الجميله دكتور صفاء. شكرا لحضرتك جدا، نورتينا والله. البرنامج. شكرا ليكي الاستاذه الدكتوره صفاء مختار، باحثه مستشاره انسانيه، عضو دائم في الاتحاد العربي للتنميه المستدامه والبيئه التابع لجامعه الدول العربيه. شرفتينا يا فندم. لسه مكملين معاكم مشاهدينا الكرام بعض الفاصل، فقره حواريه اخرى من نهار جديد مع زميلتي مها سميح، انتظروها.